مشاهدينا والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا فاطمة خليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في النشرة السادسة من التلفزيون المصري. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه مع تصاعد خطر دخول العالم في أزمة غذاء غير مسبوقة، كان من الحتمي أن يلجأ العالم إلى تطويع ما يمتلكه من تقنيات حديثة. أضاف المركز أن العالم أصبح أمام العديد من المبادرات التقنية الزراعية والتي عرفت بالزراعة الذكية، والتي تستهدف تفادي أزمات الغذاء الحادة بجانب التأقلم مع تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية لا سيما المياه. كما تابع المركز أن مصطلح الزراعة الذكية يعني استخدام وتطويع التكنولوجيا الرقمية وأجهزة الاستشعار عن بعد في إدارة النظم الزراعية الحديثة وفي المساعدة على اتخاذ القرارات الزراعية الصائبة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الانخفاض المتوالي لمعدلات البطالة على الرغم من تعقد المشهد العالمي وتقلباته. ورصد التقرير معدل البطالة في الربع الأول من العام 2004 إلى عام 2023، والذي شهد هذا الربع الأول من العام الجاري شهد أدنى مستوى خلال تلك الفترة مسجلا 7.1 مقابل 13.4% في الربع الأول من العام 2014، والذي يعد أعلى معدل بطالة. أضاف التقرير أن عدد المشتغلين زاد بنسبة 18.8% وبلغ 28.4 مليون فرد في الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب 23.9 مليون فرد في الربع ذاته من عام 2014. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة الخدمات التجارية البترولية بترو تريد بروتوكول تعاون لتنظيم التخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيوت المعدنية المستعملة بالمناطق الحرة والاستثمارية. البروتوكول ينص على إعداد نظام محكم لتداول وإدارة ومعالجة المواد والمخلفات البترولية ومكافحة كافة صور وأشكال التلوث البيئي والإنجاز غير المشروع للمخلفات البترولية الخطرة. وطبقا للبروتوكول ستلزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلزم الشركات العاملة داخل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والتي يبلغ عددها 2400 شركة بتسليم المخلفات البترولية الخطرة لشركة بترو تريد. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 26 مايو الماضي وحتى 1 يونيو الجاري تم الإفراج عن 156,000 طن من الذرة وفول الصويا ب 78 مليون دولار. أضافت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ 16 أكتوبر الماضي نحو 5.4 مليون طن، منهم 4 مليون طن ذرة و 1.4 مليون طن فول صويا. وأضافت الوزارة أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ قدر ب 2.6 مليار دولار. استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة ممثل منظمة يونيسيف في مصر جيرمي هوبكنز والوفد المرافق له، ذلك بمدينة العريش خلال زيارته الحالية إلى محافظة شمال سيناء. وخلال الاجتماع والذي تناول مناقشة خطة العمل المشتركة بين المحافظة والمنظمة، أشار المحافظ إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى على أرض محافظة شمال سيناء، خاصة مشروعات البنية التحتية والأنفاق والتي تربط شمال سيناء بمحافظات القناة والطرق والمحاور الجديدة. وبدوره أكد ممثل يونيسيف في مصر على تنفيذ عدد من البرامج الخاصة بالتنمية المتكاملة والمستدامة لتنمية سيناء وتوفير المياه والصرف الصحي في المدارس ورفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد أن تعهدت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يوليو القادم. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.8% دولار أو لتسجل 1.4 دولار مسجلة 77 دولار و21 سنتا للبرميل. هذا وقد صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% ليصل ويحقق 1.5% ويسجل 72 دولار و81 سنتا للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.87% لتصل إلى 2.40 دولار للتر الواحد. وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.79% لتسجل 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر مسح اقتصادي شهري تباطؤ نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية خلال مايو الماضي، وقد تراجعت وتيرة النمو لكل من الإنتاج والطلبات الجديدة مع ارتفاع التضخم. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي إلى 58.5 نقطة في مايو من 59.6 نقطة في إبريل، لكنه ظل بقوة فوق مستوى 50 نقطة والتي تفصل النمو عن الانكماش. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لعناوين الختام والمتابعة الأخيرة مع زملائي يوسف عبدين وفاطمة خليل. شكرا لك مصطفى.